ربنا وحنا صغار نذوق المر والأبرار صبرنا لين صارنا كبار لا نشكي مواجانا صبرنا والصبر رجال بنا بصدورنا أمال ودايم بالكرام يختال ينالنا ويهاجمانا نضم الجرح ونسافر نشيل الهم حياكم الله من جديد مع ابداعات سالم المتميز دائما ما شاء الله في مجال التمثيل ومجال الانشاد. اليوم سالم شفنا الشيله ما شاء الله وسجلتها بشكل يعني متميز ما شاء الله يا مدرسه. وكيف اليوم لما تقول انه ما شاء الله انه انا والله قاعد احاكي الشيء اللي قاعد يصير الجديد مثلا في الساحه سواء في الشيلات او سواء في التمثيل؟ عاملهم يعني شلون يعني ميولي للتمثيل اكثر. حلو احاول اني عندكم بحايل عندكم بحايل مثلا في مساحه للاعلاميين مثلا مساحه للمبدعين اللي عندهم مثلا ولا تحس انه والله في نقص عندكم مثلا بالتواجد مثل الرياض؟ لا والله مو مثل الرياض. لا ايش ينقصكم في حايل؟ مهرجانات فعاليات. حلو. يعني مشاركات تكون كبيره. يعني ما شاء الله انا الفتره الحاليه قاعد اشوف ما شاء الله مبدعين ومتميزين من هالحايل يجونا في الرياض ما شاء الله كلهم مبدعين ومتميزين مثالك يا سالم. فاليوم ايش حاب توصل صوتك للناس اللي تتابعنا اليوم وممكن واحد يتابعنا مسؤول في حايل او يشوف مثلا فقره او ايش حاب توصل رسالتك؟ اللي عنده موهبه حلو لا يستحي. جميل. يطلع موهبته يعني ما يعني المجال هذا ما فيه احراج. صح. يعني مو يقول لا والله اني اخاف من الناس تتكلم، خلي الناس هذا اخر همك. صح. اذا فكرت بالناس ما راح تنجح. بالضبط. واذا ما كان لك اعداء وناس يتكلمون عليك فانت انسان ما تناجح. فهذه الفكره، وانه لازم اصلا يصير عندك كمان اليوم ساحه مفتوحه الكل يقدر يشارك فيها، بس اللهم انك تجمع لك فكره معينه وتصور وتنطلق. صحيح. صح؟ طيب نبي نختم وياك بكذا بشيء جميل، ايش رايك ناخذ الشيء اللي انت سويتها لايف؟ خلاص يلا سمع. الكلمات ماني حافظها. ما تحفظها؟ طيب عطنا شيء كذا نختم فيه يلا. في شيء جاهز في البال؟ لا. اي شيء مو لازم. صح. ميران انت شكلك ضيعت يا رجال. جاي من اليوم قاعد مركز ولو ضيعتي يلا بقول شيء لعن الأم. سم يا خلاص أبدأ. نبدأ. إيه مشتاق الغلاك والغلاك قلبي أعطاك غيرك يمون. الله عليك الله يعطيك العافية شكرا. يلا ترين ترين تردين عليه تقولين؟ يلا قولي خش اللي تبين. يلا خش خشي معه بالجو خش أي شيء يلا. ها بتعلمها الحين؟ لا يلا يعطيك العافية شكرا يا سالم ما قصرت يعني اليوم سوينا شيء والله. يلا لا مو جيميرال كذا انت جيميرال تخربين المشوده. لا
طيب في احد يبي يسال سؤال؟ انا وياها بعدها. طيب يعطيك العافيه سالم، شكرا لك، شكرا لحضورك، اتمنى ان شاء الله لك يعني مزيدا من التالق والابداع في مجالك اللي تقدمه. ان شاء الله اشوفك اسم يعني جميل يحمل كذا التمثيل، ولا تبغى الانشاء؟ والله كلهم كلهم ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه، نروح الفاصل نرجع نكمل وياكم، خليكم معنا.